بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا يا ربي من لدنك علما، زدنا يا ربي من لدنك علما، زدنا يا ربي من لدنك علما، وإخلاصا دائما يا رب العالمين، آمين. آية سيدي، وين وصلنا نحن مرة فاتت؟ مش نبدأ بشنو تو؟ الشفتين، صح؟ الشفتين. نعم، صفحة 45. أيوه، مخارج الشفتين، مخارج الشفتين. أي نعم. أي بسم الله، فضل سلم أقرأ. آية سيد يعني. شبيكو طا والدال والتاء، فا والذال والثاء، ما زالوا هذوكم؟ نعم ما زالوا. شبيه نمشوا لهم. قرأ لي تفضل. مخرجها من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا أي رؤوسها، كما بينه بقوله والضاء والذال والثاء للعليا من طرفيهما، فالضمير فيه يعود إلى اللسان والثنايا العليا، ويقال للثلاثة لثوية نسبة إلى اللثة، وهي اللحم النابت. ريتوها اللثة مش اللثة، مش اللثة، اللثة كما نقول حنجرة مش حنجرة. نعم. واللحم النابت حول الأسنان المجاورة مخرجها إياها، وقيل لخروجها منها. أيوة به، هذا هو كما قلنا أعطى التفصيل الإجمالي، يعني المخارج، لكن احنا قلنا لكل حرف مخرج. شو قلنا في حرف الضاء؟ مين مخرج حرف الضاء؟ أي مع ما يقابله من أطراف الثنايا السفلى ولا العليا؟ نسأل في الظهرة. العليا دبين فوق، واضح فوق. نعم، إذن الظاء تشمل مساحة الذال والثاء. نزيد ونقلص شوية في المسافة، في المساحة عفوا. المخرج حرف الثاء منين يجي؟ مخرج حرف الثاء المخرج حرف الذال عفوا ركز. وسط وسط عام. ايوه، مخرج حرف الذال من وسط وسط طرف اللسان مع ما يقابله من وسط اطراف الثنايا العليا. هنا هكا ولا يقع الذال تو؟ الحقيقه ما فهمتكمش والله، ما فهمتش شنو المخرج حرف الذال. اي شنو قلنا في مخرج حرف الذال؟ ادنى طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا. وسط طرف اللسان قبيله من اطراف الثنايا العليا. اي نعم، هذا هو اللي يقول فيكم صحيح، واضح اللي يقول فيكم صحيح، هذا كهو. نعم، فقط المهم انه المساحه حرف الذال وحرف الثاء داخله في مساحه حرف الضاء. الفرق بين الثلاثه هو في المساحه، مساحه طرف اللسان والمساحه نتاع الثنايا العليا، واضح؟ نعم هذا هو. كما قلنا نقول لثويه، وثم شكون يسميها لثويه، واضح؟ لكن الاشهر بالسكون، لثويه نسبه الى اللثه، واضح؟ نعم. وهو اللحم النابت حول الاسنان اللي نسموه باللغه التونسيه، اللهجه التونسيه شنو هو؟ الغب. نعم ايوه تفضل. ومن بطن الشفة تلتا مع أطراف، لا أطراف، مع أطراف الثنايا المشرفة، الشفتين الواو والواو والميم. فالشفتين فيهما مخرجان لأربعة أحرف، وهي الفاء والواو والباء والميم. لكن احنا كان تتذكروا قلنا الشفتين قداش فيها من مخرج الشفتين؟ ثلاثة مخارج، أربعة فرعية، ثلاثة مخارج فرعية اللي هم شنو من الحروف اللي تدخل في الشفتين؟ الواو والباء.
والميم والفاء. انا سؤالي شنو قلت؟ قلت من الشفتين، يعني ركزوا في السؤال. قلت من الشفه، الفاء شنو دخلها في الشفتين؟ الباء شنو دخلها من النصب؟ قلت الشفتين، الفاء والميم، قلت من الشفتين الواو والباء والميم فقط، ثلاثة حروف تخرج من الشفتين، واضح؟ أما في حرف الفاء نستعمل شفة السفلى فقط، ما عنده حتى دخل، صح ولا لا؟ نعم. وقلنا أنه حرف الباء يخرج من إيش قلنا؟ تعرفين شنو قلنا في حرف ال الباء؟ بيتخرج يخرج الباء بالشفتين على الشفة السفلى. أيوة، حرف الباء هذاك تحديدا، أنه حرف الباء وحرف الميم نفس المخرج، نحكي الشفة العليا، لكن عند التصادم في الشفة السفلى ما هوش نفس المنطقة، واضح؟ نعم. لكن بشنو يمتاز الميم والباء؟ أنه الباء فيه كز والميم ما فيهش كز، نقوله كز الضغط، ولذلك الميم سبحان الله لو تسكر تعمل ضغط ما عادش يولي هكا التوسط، تو جينا ما عادش نجم نجر الصوت، ويولي الصوت نتاعها يخرج، يتولي حرف الميم نمسوها في المنطقة المبلولة، تولي ما تنجمش، لابد أن تحط نفس الشفة العليا على الشفة السفلى من غير ضغط، قلت هكذا أم هكذا أم، واضح ولا؟ إلا أنه الباء من نفس المخرج من فوق، نحكي الشفة العليا، إلا أن موضع التصادم مع الشفة السفلى يكون حسب رأيكم الداخل وإلا البرة في الباء؟ داخل شوية. ركزوا معي مليح، هيئة الشفتين في الباء والميم ما همش كيف، ركزوا معي، هيئة الشفتين في الباء والميم مش كيف، الميم الشفة الميم الشفتين فوق بعضهم قد تلقاهم مسوين، في الباء تلقى الشفة السفلى مجوزة لقدام شوية البر أب أوزر فمي ها أب، علاش؟ باش نحطه في الشفة العليا في المنطقة المبلولة. عادي من الصحة. لا أوزر نحكي في الطريقة متاع التصادم متاع تماس الشفتين، في الميم تلقاهم مسوين الشفتين بالضبط، في حرف الباء تلقى الشفة العليا هذه مجوزة قدام شوية، علاش؟ خاطر حاطين الفوقانية في المنطقة المبلولة. شو ها؟ أب مش كيف، واضح؟ أي نعم. لكن كي نجيو نحددوا بالضبط حسب رأيكم تقريبا شنو المخرج نتاع الميم وشنو المخرج نتاع الباء، نحبوا نفصلوا بالضبط شو هو مخرج حرف الميم، نقولوا تخرج حرف الميم من بانطباق الشفة العليا على الشفة السفلى، هاي تراح جاوبوني هاي فهمتوا شنو سؤالي؟ الشفة العليا هذيك باش تجي لهنا، صح ولا لا؟ حاشي بالمنطقة اللي باش تمس فيها في حرف الميم شنو نعطوها تعريفها مريقي، وهذا مهم رب العالمين، نقول لكم هكا انا عندي الإجابة، حنا نقول لكم هكا باش تفهموا بعض صفة التوسط شنو هي، صفة الرخاء الجزئية شنو هي، وعلاش ما فيهاش هكا الصوت يجري 100%، وعلاش 50%، وعلاش ما يجيش الصوت، شنو هي المنطقة بالضبط اللي نحطوا فيها الميم، شنو هي المنطقة بالضبط اللي نحطوا فيها الباء، علاش؟ لأنه سبحان الله يتفرق ما بين المنطقة متاع الميم ومتاع الباء، تفهم شو معناها الشدة، شو معناها الرخاوة، شو معناها التوسط، خاطر هذاك عنده دور. اش نقول؟ هو الباء بانطباق عرضي للكامل الشفتين هذاك متفقين فيه، ما عندناش فيه حتى إشكال. أنا أعطيني أنا فين بالضبط؟ وسط الشفة. المنطقة الفاصل بين المنطقة الفاصلة والمنطقة. أيوه. ما لا شوف. حرف ال 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 الباء 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 حرف الباء من الشفة العليا مع الشفة السفلى في وسطها، ماش تقول منطقة مبلولة، يعني ما خلينا نترقوا شوي نتعرف شوي في المبلول، علاش؟ يعني هي النقطة الضغط في الوسط، عليك نور هاك فهمتني توا، هيك علاش الباء عنده وسط من اللوطه، يرحم والديك، هاك علاش الشفه العليا هذه تجلس قدام،
هذه هي الحكايه الكل. فهمتوها بربي؟ مهم راه الشفة العليا على الشفة السفلى في وسطها. وسطها يعني معناها في الحد. هذا هو الحد تلقى المنطقة المبلولة بالضبط. لا تولي تقولي هكا إب تولي مبالغة، لا تدخلي إب تولي مبالغة تولي بي، تحطها بالضبط باهي. حرف الميم من الشفة العليا على الشفة السفلى في أي منطقة الجافة. أختلف منطقة الجافة أعطونا التحديد. في الحد يعني الحد ما بين عاد ما عادش نقول الفرق ما بين هي والباء. أجناح فوق فوق مخرج الباء أقرب من هذاك اللي حاشني. شنو شنو هذا؟ فوق مخرج الباء في أدنى وسط. علاش؟ هذا يدخل لي أوسع يعني المنطقة متاع التصادم ماهيش هي بالضبط في الباء. لا مش وسط. انتوا قاعدين تستوعبوا شنو حاب نطلب منكم؟ استوعبوا خاطر مهم هذا. بعد ما تقوليش خاطر ساعات جيت خلي عندي طلبه والباء يعني لا يجري معها الصوت والميم يجري معها مش عارف شنو ما يجريش معها. ايه سامحني علاش؟ شو السبب؟ اكش النصيحه يعني مش بالك شيء يعني نعرف المخرج جيبها قد قد. ايه الباجت في نقطة محددة يعني الميم بما أنها باش تجي يعني باش تاخذ مساحة أكثر. أنا المساحة سميها لي هي البرة معناها الظاهرة المساحة الظاهرة المنطقة الظاهرة بتاع الشفة مساحة أكثر عرضيا. وعليه يا أستاذة عادل إيش معناها؟ أدنى شوية الأخرى للداخل والأخرى للبرة. أدنى شوية الأخرى المنطقة المبلولة للداخل والأخرى للبرة. بما أن قلنا في الميم الشفتين متوازيتين يعني لا هي واحدة مقدمة ولا هي أخرى يعني المساحة متساوية ما بينهما. في النطق بحرف الباء تخرج أو نقول تخرج يخرج حرف الباء من الشفة العليا على الشفة السفلى في المنطقة المشرفة. الميم الميم عفوا الميم المشرفة يعني أي الباء. مهمة رأي التدقيقات هذه. أوزر يا سيد البيت أنا كي قلت ها هذي قلم كي قلت أنا في الشفة السفلى في الوسط حرف الباء مفهومه شنو؟ مفهومه أنه كما شاهبت الشفتين بطبيعة كما شالقة بلاصة الرطبة هي باش شد غاديك هاك عملنا الشد اللي هاك أوزر إيه في الشفة العليا حتى برسل الشفة العليا هاي منطقة التصادم بتاع الباء يعني كان تركز في كان تركز في الباء تلقى هذي كله مسيب بالشفة العليا. نحن كي نقولوا مع المنطقه المشرفه مش يولي هكا في الميم بالضبط هذيك يحكي الكل تولي ها ام سيدي ليش مش نقولوا في المقدمه ولا الفك السفلي الا امام مادام قلت انا مادام قلت انا الشفه العليا باش تهبط في الحد بالضبط في الوسط مفهومه شنو هذا يعني كي باش يصير القوه الضغط في مش يصير في المنطقه المبلوله بطبيعته الفك ماشي هز هز باهي سيدي بعده شنو هو المخرج اللي بعده هذا الميم والباء اي نمشي للواو سيدي شنو هو ماخذ حرف الواو اي كيفاش لا لا اعطيني المخرج شنو قلنا فيه المخرج حرف الواو تخرج الواو بضم الشفتين ضما كاملا دون صوت ثم اين منطقه التصادم في حرف الواو جانبي الشفتين في قلت لك مين مزون عند الراجل واضح ولا خاطر كي يجيك تو يغلبكم يقرب كي يجيك واحد يسالك يقول لك بالله يا اخي حرف الواو ما هو قلت لنا حرف مخرجه هو محقق كيفاه جا هاو كي انا كي نجي لحرف الواو مش نعمل ضم شفتين ما ثماش تصادم مالاش نقولوا حرف الواوي اوله تصادم اخره تباعد الواو أوله تصادم آخره تباعد وسبب التباعد انضمام الشفتين ضما محكما وبهذا التضام الكامل وتباعد الشفتين جاءت صفة اللين. تو نقراوها إن شاء الله.
يعني سبحان الله الواو لو ما يصير ضم كامل فيها، نعاود نقول ركز معايا، لو ما يصير ضم كامل في الواو تفقد الليونه نتاعها. كيف لك راك كي جو ينطقوا قالوا رتاب كانوا يعملوا هكذا ما ينجموش يضيع الواو، لكن سبحان الله ضم مليح انت تحس ثم الليونه، الليونه وين تضرب؟ تضرب في المخرج اللي نتاع التصادم هذايا، واضح؟ قالوا ما تحسهاش جافه، واضح؟ اما لو نقول احنا يبعد الضم شويه يولي مفخم، قالوا ما عادش تحس في صوت جاف من اصل، واضح؟ نعم. ماذا حرف الواو يكاد هو الحرف الوحيد، يكاد هو الحرف الوحيد الذي يجمع بين التصادم والتباعد في آن واحد، الحرف الوحيد الذي يجمع بين التصادم والتباعد في آن واحد. انضمام الشفتين. مفهوم هذا إن شاء الله؟ نمر تو. ثلاثة حروف كي باش نخرجوهم ثم استعمال للشفتين. كي تجي أنت تقول لي الفم من الشفتين، كلام هذا صح ولا ما صحش؟ لا لا غلط. ولذلك شنو؟ عندنا في نطق حرف الفاء عظم مع الحم. العظم هو الثنايا المشرفة العليا مع باطن الشفة السفلى في المنطقة في الوسط كيف الباء بالضبط. شنو قلنا نحن قبل؟ قلنا الفاء يخرج حرف الفاء من اطراف الثنايا العليا مع ما يقابلها من منطقه الجافه من منطقه السفلى. هاي ايش معناها المنطقه الجافه؟ شنو نقصد بها المنطقه الجافه؟ شوف اهو الشفه الهي. هذه الشفه في الوسط بالضبط. كي نقول في الوسط، ركز ركز النقطه دقيقه، كي نقول في الوسط نتاع الشفه السفلى مفهومه الثنايا مش تحطه في المنطقه المبلوله ولا الشيحه؟ الشيحه. اي في الوسط فين بالضبط؟ الشيحه. مش تحطها الحد نتاع شنو؟ ايش معنى يعني نص مبلول نص شيحه؟ لا. ولكن يكون في المنطقه الجافه، واضح ولا؟ خاطر اذا كان يكون التصادم نتاع عضوي النطق اللي هو الشفه الثنيه العليا على الشفه السفلى في المنطقه المبلوله يولي حرف غير عربي اللي هو ذي. واضح لازم يكون في الحد قد شو ها؟ اف. باهي ركز معي. لو تحطها في مخك انت في الجافه، لو تحط مش تولي تنطق لنا هكا تقول هكا اف، هذا غلط. اف غلط. علاش؟ قلنا نحن الشفه السفلى ما تتحركش بتاتا. ما تتحركش شو ها؟ اف اف اف. ما قلتش اف. شو قدام؟ شو ها؟ اف يعني في الحد قد. وهذه من دقائق. خاصة في حكم الإخفاء نتاع النون الساكنة كي يجي بعد حرف الفاء برشا يضيعوا المخرج. أعطوني مثال، من في الأرض مثلا يسأله من في السماوات مثلا، أسمع تلقى حرف الفاء ما ينطقوه الجملة تم تفصيلا، بل يكاد ما ثماش تصادم. يسأله من في السماوات في السماوات في السماوات ما ثماش. نحن شو نقولوا؟ يسأله من في تسمعها في مفهوم. ركز معايا توا مسألة مهمة. لو الفاء نحطوا الثنايا العليا في المنطقة الشيحة يتسكر المخرج جملة وتفصيلا مع شيخ الفس. طيب ولا نعرف شو قاعد نعمل؟ لو تحطها في المنطقة الشيحة لو مع شيخ الفس يخرج شو ها؟ تنجمش وتولي ممكن حتى تحب تخرج النفس تولي تتكلف. كي تحطها في الحد قد تلقى روحك تنطق في الفاء عادي على الاخر شو ها؟ اف 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 فا فو في والصافات صفا. مش انطباق كامل شنو؟ هاش قلت لو نحطوها في المنطقه الجافه يولي انطباق كامل مع شيخ النفس والفاء فيها النفس يخرج. حتى ما تنجمش. ما تنجمش. ما ينجمش يكون، ما ينجمش يكون انطباق كامل. خاطر حتى كان مش حطها في المنطقة المبلولة مش يولي الضغط نتاع الثنايا العليا مع الريق مش يولي يخرج صوت. لا. وثبت مليح ما ثماش تصادم.
دوما انت حاطتها في الماء نتاع الشفتين ما مسش. ونحن قلنا لازم يصير هكا التصادم مفهوم. نعم نمر اللي بعده. يلا الفاء. فالفاء تخرج من بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا كما قال، ومن بطن الشفة فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة. مع اطراف صلحت هيك مع اطراف الثنايا المشرفة اي العليا، واطلق الشفة ومراده السفلى لعدم تأتي النطق بالفاء مع العليا. قاله القاضي. نعم وصل. الواو والباء والميم. والواو غير المادية والباء والميم مخرجها من الشفتين يعني مما بينهما، كما بينه بقوله للشفتين الواو باء الميم، لكن بانفتاحهما في الأول وانطباقهما في الأخيرين، إلا أن انطباقهما مع الباء أقوى، وتسمى الثلاثة مع الفاء شفوية أو شفهية. قلنا هذا أي وصل. قال بعض العلماء من قال إن لام شفتها وهو المختار قال شفوية، ومن قال إن لامها واو قال شفوية. أيوة يعني الشفاه شفاه مش ولي هكاك شفاهية. أيوة إذا كان هاللام نتاعها واو شفا ديما عندنا قال جي بعدها إن مكسورة الهمزة، ما نقولوش قال أن ديما إن هذيك جي بعد قال ديما الهمزة مكسورة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال إنه يقول مش قال أنه، ديما قال جي بعدها الهمزة بتاع إن مكسورة. واصل. مخرج الخيشومي. ثم أخذ يبين مخرج الخيشومي وهو السابع عشر ختام المخارج فقال وغنة مخرجها الخيشومي. يا جماعة تقرأوا البارح عايش قرينا قداش أنا من المخرج عمان 16 شنو عمل أجمع بين أي وش عمل لك ولا كلام ليه بدهم بالزبد شي على روح البارح شي على روح مش قلنا خكاو سي بوي 16 مخرج جعل اسقط مخرج الجوف انا نام وانا راه وانا نوم ابو الفراد هيك عمل 14 مخرج هي هما يقراوا خاطر في الحاجه اخرى 16 قلنا لا اسقط علاش انا قال والواو الماديه صح ولا يعني هو حط مخرج الخيشوم لكن هو اسقط مخرج الجوف ايوه وصل له الغنة صوت الاغاني لا عمل اللسان فيه قيل يشبه صوت الغزاله اذا ضاع ولد قلت لكم الكلام هذا يا ولا لكم انتم قلتوا الكلام هذا به بعض العلماء مسكنا ذاك اول حد الجهد نتاعه جاء حسب السماع نتاعه في العصر نتاعه هو صعيدي مصري جاء قال صوت الغنة هذا شنو كيفاش يعني الضابط نتاعه قال راهو يشبه صوت الغنة في القرآن الخاص بكلمة القرآن يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها إيه أنا سمحني أسكن في تونس وين الغزالة تشوفين يعني أنا كي نحب نضبط المسألة هذه ندخل نسلى الغزالة اللي ضاع الولد نتاعها باش نسمع صوتها ما عندنا مسألة مهمة نحن وناخذوها أنتم عندكم قاعدة أنه مقادير الغنى أو مقادير أزمنة المدود ومقادير يعني زمن الغنة وصوت الغنة يضبط بالتلقي والسماع من أفواه المشايخ المتقنين جعلنا الله منهم. يعني روتي شفتوا الحشو في الكلام يشبه صوت الغزالة إذا كما قال الصفير يشبه صوت صوت مش عارف شو العصفور سمى اسمه كي يجي في الصباح يقعد على الشباك هي ما عديش أنا شباكم معني نقعد نستنى في العصفور هذا اللي يجي لا وإنما هذه الأصوات شوف قاعدة تقولها أصوات الحروف القرآنية ضابطها تلقي لا تبدا تعمل لي بالمدود تجي تعمل بيديك هكا ستة حركات ومش عارف شنو ولا تعمل حتى شيء. الغنة ضابط أصوات الحروف القرآنية. بالعاني لقلت أصوات الحروف القرآنية. بمعنى أنه ثم أصوات خاصة بكلمات القرآن الكريم. كيما الغنة، كيما المدود. مقاديرها تضبط بالتلقي والسمع. مفهوم؟ ولكن يقولون إن الغنة هي صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم سواء سكنتا أو تحركتا ولا عمل للسان فيه واضح
يعني سؤال متى يكون صوت الغنة صوت الغنة في النون وفي الميم ركز معي مليح يكون عند التصادم بالضبط ركز معي بربي مسألة مهمة أنا تومش نجي نعمل لا 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 بصفة عامة نحكي في النون والميم بصفة عامة بصفة عامة أنا مش نعمل هكا تصادم أوصل أم وإلا أن ريت مجرد التصادم ثم الصوت باش يتصرف في الفم واضح ولا به أوصل مش نقول هكا أن أم ركز في شو نقول أن أم الصوت اللي تحسر هذاك أراه حذو الفم به كي نبين أنا المخرج كيما مراد ربي سبحانه وتعالى لأننا باش نطقوا حرف النون بالباهي ونعطوها مخرجها كيما باش نقول أن أم مباشرة نصف لنا هكا والباقي كله هنا تلقاه صوت خيشون إيش معناه الصوت اللي تحسر بعد المخرج في النون وإلا في الميم تضرب في الشفتين أوزر في الميم ها أم تضرب في الشفتين بعد الصوت كي تحسر رجع الداخل وشال الخيشون واضح ولا النون كيف كيف سكرت برأس اللسان مع منبة الثنايا قلت أن وقت لسان التصادم ثم الصوت غديك ثموه هذاك يعني صوت فموي عفوا ثم كي أنا أعطيت المخرج بالباهي أكل الصوت بدأ ينتشر ومشال الخيشوم فلذلك أنت ركز مليح تو وحدكم جربوها قل أن أم ما غير يعني خلي اللسان مرخوف شوية تلقى الخدمة بتاع الخشم ضعيفة شوف أن أم ما يخدمش لكن لو تعطيها حقها تقول هك أن أم تلقى قوة الضغط بتاع الصوت في الخيشوم فهمتم؟ شوف ها ما مو مي الخشم مش يخدم ما نجي نحكي على الفتحة راه نحكي وقت التصادم نقطة مهمة راهو وقت التصادم خاطر الفتحة هذيك إذا كان باش خرج صوتها من الخشم راك غلط مش خلي تقول ما ها لا ما عنده حتى دخل نحكي وقت التصادم إذن عند التصادم الصوت منقسم إلى قسمين جزء فموي وجزء خيشومي واضح عند نطق حرف النوني وحرف الميم ولذلك اختلفوا هل أن الغنة صفة أم مخرج اختلفوا العلماء برشا اختلاف معروف إذا كان حتى حرف كما ابن الجزم أش يقول مخرج واللي ما يراهاش ما عندها ما هيش حرف يعطيك الصحة وخلاصة الكلام بالنسبة لي أنا أجمعوا بين الاثنين مخرج وصفة في نفس الوقت شو ركز معي إن ركزوا مليح باش تفهمون إن جزء فموي جزء أنفي هذا كمخرج به ركز معي إن زيادة متاع صوت الغنة هو الصفة فهمتوها بغني سهلة أنا تو مش نعطي مثال باش نجيب كيف في مخرج الغنة شو ها من كان أنا عملت مخرج حرف صوت الغنة أوزر ها من كان شو عملت لنا هكا ما لصفة الغنة وقت المتت الصوت متاعها حفظوها هكا صفة تأتي بعد المخرج طبعا صفة تكون فالغنة هي تمطيط صوت الغنة من مخرجها الغنة هي مخرج وصفة في أن واحد بالنسبة لي أنا يعني مش نقولها وصفة صراط الذين أنعمت عليهم ها أنعمت عليهم أنا شو عملت هنا في هذا المزوز جبت المخرج صح ولا لا إن للمتقين مفازا عشان يقول نعت أول هذا للزوز إن هذا كمخرج أو كقولنا ختم الخشم طولته إن شو اللي غديك بيسيني في الإخفاء شبيه في الإخفاء في نفس الوقت مخرج وصيف كيف إيش مخرج وأنا ما عملتش ما طبقتش معنا أحسن ممتاز رجعش السود فهمت السؤال ممتاز قلت لك أنا كنقول من كان مثلا ولا من ذا الذي في حروف الإخفاء ما مسش مسارش الصاد المساهلة ولا غير أيوة لكن أغزر سؤال وجيه
قالت لك انت قلت انك يسير المخرج كيف يسير تصادم لهنا ما صارش تصادم من الاول صح ولا لا؟ لكن لو نجون ثبتوا في حكم الاخفاء بغنى نلقاو ان انتشار الصوت في الخيشوم اطول من الاخر. في الإظهار في الإخفاء لا أقل من الإظهار طبعا طبعا علاش خاطر في الإظهار جزء فموي وجزء أنفي وفي الإخفاء الصوت وين مشى أي أوزر اعتبر أنت هذا تقول كله خيشوم اعتبر هذا كله خيشوم طبعا أنا مش قول أنعم أوزر مسلني هكا وبعد هكا خدمة الخيشوم شوية بركة لكن أنا مش قول أوزر من ما مسش لسانه من انتشر صوت الغنة في الخيشوم انتشار كامل هذاك شنو يغلب عليه لهنا شنو نقولوا مخرج صفة والا صفة صفة فقط صفة فقط تقول لي سيدي هنا طولنا فيها ولو طولنا فيها ماهيش مخرج على خاطر علاش ما صار شنو تصاد ما لضابط الغنة من حيث المخرج والصفة شنو الضابط نتاعها التصادم وعدمه فإذا كان ثم تصادم مش مش يولي مخرج ونشوف شنو عندنا كان مش المطط تولي هذه باه وإذا كان ما عندناش تصادم شنو كانوا تفصيلا مش يولي صفة أي نعم وسبحان الله صفة الغنة تختلف من حرف إلى آخر كما موش كما من ذا الذي كما من كان أي نعم أوزر كما من ذا الذي كما من كان مش كيف كيف أوصل من كان من أقصى لسان قريبا للأنف ومن ذا الذي يوصل أنت ما هزيت اللسان ما رجع الصوت بعد رجع باش يمشي الفوخ أما كيف ولذلك الصوت الإخفاء في حرف الكافي وحرف القافي ليس هو في باقي الحروف الإخفاء باش يكون أقرب للإظهار في حرف الكاف والقاف ما خوش من كان من كان لا من كان من أقرب صوته للإظهار واضح عيت وجهنا هذا وقت إن شاء الله به ولذلك نعود نقول صوت الغنة يضبط بالتلقي والسماع لا تقول لي راهو عندي غزالة ضاع ولدها ولا بقرة مش عارف شو صار لها واضح نعم قول ومحلها النون والغين سواء تحركت أو سكنت في الساكن أكمل في ركز معي صوت الغنة يبان أكثر كي يبدأ الحرف ساكن صحيح ولا وهذا عادي كما تو نشوفوا حروف الشدة والرخاوة علاش خاطر عضوي النطق باش يكبشوا باش يرتاحوا اي باش يرتاحوا قد عصر أن ما عندي مش نخمم من الحرف آخر باش ننطق واضح هكا علاش عصر قال في الساكن أكمل منهم في المتحرك واضح يعني الصوت يبان أكثر في الساكن من المتحرك المتحرك أوزر مش تمشي شو معاش أنا إن الذين آمنوا وعملوا أوزر في النون بطبيعة أنك مش نمس مخرج النون مش يخدم الخشم وين ظهرت الغنة في إن خطرة مشدة خطر المخرج باش يرتاح وإلا في المتحرك في الساكن يكون أكثر بسم الله واصل ومخرجها الخيشوم والمراد به أيوة سمحني في الساكن أكمل منه في المتحرك وبعد وفي المدغم مع الغنة أو المخفى أكمل منه في المضغم علاش تراه علاش تراه قولوا لي زادت الصفه احسن لان صوت الغنه مططناه هكا علاش ولات اكثر قول ومخرجها الخيشوم والمراد به هنا خرق الانف المنزل شو اما باش نقسم لكم سامحني يا استاذ باش نقسم شو ها ان شو ها ان هذاك السيرك هذاك المرتبه شبيه هذاك شنو قال اكمل منه هكا ولا باهي وفي المتحرك نو نا ما مو مي ني واضح ولا يعني مش كون شنو اقل به ما بين هذوما الزوز كي انا مش نجي الحرف مدغم او مخفى شو ها من يعملوا ان اما من كان من ذا الذي شو مش يكون لنا هكا ايوه كي نجو نقسموا نحن انا هو في المرتبه الاولى ولا هو في المرتبه الثانيه ولا هو في الثالثه ولا هو في الرابعه نحكي صوت ديما الغنى نحكي على هنا هكا قال أكمل ومحله وهي في مشكون يعني المدغم والمخفى هذا لو وبعد شو يكون متحرك المدغم أو في حيث القوة ها مشدد سيدي
المدغم أقوى من النون المشددة والميم أقوى من المدغم. سمحوني لك كيفاش؟ خلوها خلوها. المدغم أقوى من المدغم. في شنو أقوى؟ يعني نحن كنا نحكي على سفر هنا رايح عادي نحكي على الصوت صح ولا؟ على طول يعني زمن. أي نحكي على الصوت. زمن. أي كيفاش يدخل الانتهاء أقوى؟ مدبر. لا كي تحكوا انتم على الاقوى راه نحكوا على منطقه التصادم في المدغم بالطبيعه اقوى خاطر مش يصير ثم تصادم قوي مش كيما الاخفاء. سمعت كلام يقولوه الناس هذوما ونفسها حتى المره الفايته واحد الاخوات قالت لي يا اخي مش المدغم اقوى من المخفى؟ قلت لها اقوى في شنو؟ سكتت. قلت لها ركز مش الفايده تعمل كوبي كلي في شنو يا اخي تاخذي على امتداد الصوت ولا تحكي على التصادم؟ كان باش نحكوا على التصادم انا نقول لك شكو هذا الاول وهذا الثاني خاطر في المدغم يكون التصادم اقوى واضح ولا؟ وكانوا في الصوت شو الفرق بيناتهم الزوز؟ اوزر من كان من يعمل شو الفرق بين هكا من حيث الـ 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 الاكل الزمن يقول المدغم اطول شويه ولا يثبت الا بالمشافهه مش مدخلوها في ما نحكيو على الاخفاء كان نقول ماذا يعني ممكن الزمن هو نفسه لكن في قوة الغنة في المدغم يكون أقوى كيفاش؟ يعني في قوة الصوت يعني تصادم تراها عاودي بالله ترى قولي من يعمل مثلا خلينا نحب نسمع شو الفرق وكاو ما بين المخفى ومن المدغم هو راه حسب الدراسة بتاعي فما شكون يقسمهم على خمسة في بيتي الإدغام في الميم والنون المدغمتين هذيك أقوى حاجة نقول لك وبعد في الواو والياء تاخذ مرتبة ثانية وبعد الإخفاء تاخذ مرتبة ثالثة ولو أنه هو راه الفارق بسيط جدا ما يجم يعني كانش إنسان متمكن بالكدا يعني مقرأ حقيقة يعني ما هكا عوام ما يفرقش ما بيناتهم بعد تجي الميم الساكنة وبعد تجي المشدد يكون في الرقبه الاولى في الناحيه هذا تحكي فيه انت مشدد هذا هو المدغم وفما سيدي شكون يعملها يعني يحط الادغام وحده والاخفاء وحده والساكن وبعد متحرك والساكن وبعد متحرك ايوه قل لي يا استاذ خلنا حسب انها اي حسب قلت شنو ما غير ما تسموني معناتها هو مشهور يقول لك المدغم اطول يكتب معناها شيء بسيط يضبط معناها انا قلت لك بالمشافه ركز معي في سؤالي يا عادل شنو الاقوى انا مانيش فاهم ايش معناها اقوى في شنو هذا سؤالي فهمت شنو هو اقوى شنو في امتداد الصوت تصادم مانيش عارف ضغط تخزن به التصادم اذا كان التصادم المدغم هو سيدي في اكثر بس ركز معي يا سيدي نجم نبين يعني الاخفاء تاعو غلط ولا صحيح يعني فما فرق الحقيقه ما لا معاش نحكوا نحن على التصادم وتبع نحكوا على الصوت ركز ريت الحشو اللي صار لهنا راح توجه على الصوت الصوت هل هو بيدو صوت امتداد الصوت في المدغم والمخفى هو بيدو ولا لا في الامتداد تقريبا كيف هكا علاش انا قلت لك حط مع بعضهم لهنا لازم سيدي نبينوا في الامتداد والا في ركز معايا امتداد هو قوة الصوت هو راهو تبع التصادم والتباع أما نحن تو نحكوا على الغنة ركز معايا ابني البني هكا في مخك باش تفهمني نحن قلنا على الغنة هي صوت وكذا عرفناه هي نحن نحكوا على الصوت الصوت شنو هذا مبينوه ولا ما يبانش ولا نحفوه بالكلية وإلا نطولوا في الصوت نتاعو اللي نقصد به التبيين لهنا كي باش نبين هنا نحكي على شنو أنا على الغنة باش نبين الصوت نتاعها يعني نطولوا الصوت نتاعها وقتاش يبدا الصوت نتاعها أطول وباين في المدغم المخ ما فهمش طرف هذا حبيت هذا نقوله وين الاخر حقيقه ما نقريهش انا الاخر لا ارى به بتاتا الحقيقه لا ارى به خاطر ما عنده حتى دخل تو هذاك مدغم وهذاك مخ يا اخي المدغم ماشي يصير سبحان الله نحن كنجي نعرف الادغام نقولوا ادخلوا حرف الساكن في حرف المتشدد بحيث يصير لي حرف الواحد باش يجي الثاني هي سامحني ولا خفاش شنو ما فيهش التصادم شويه تفصيله ما فهمتش علاش تحكي لي انت هذاك اقوى مش اقوى لا ما امر مفروض منه وذلك صوت امتداد الغنة في المدغم المخفى سواء
كهو يعني الزمن كله. الزمن ثلاثة أقسام عليك نور. هذا هو اللي حابين نقولوا ثلاثة وأربعة وخمسة وليدة. أول ما بدينا نقراه زمان معناها التدريس التوني أزمينة قرينا ثلاثة أميل إلى هذا. نحكي لك حتى من خلال تجربتي في التدريس أميل لهذا. نحكي على الامتداد مش تو جيت تقول لي الغنة وصوت وتعرفها وبعد تقول لي مهم حيث القوة. شو مدخل القوة؟ شو تحكي لي عن القوة؟ يعني الثاني هو الإظهار. لا الثاني مش يولي لنا الثاني أحسنت. والثاني مش يولي المتحرك هو اختلاف مهم اختلاف معنا ديما العلماء ديما اللي يحب يحير اسمه يحكي لك هذه هذه كي الحكاية اللي يحب يحير اسم في حكم الإخفاء بتاع نون الساكنة راهو هذا الكلمة تحكي فيه انتي في النون الساكنة كان في تتفخم ما تتفخمش فهمت على المسائل هذه هذه كان خلاف كبير صار بين العلماء خلاف كبير صار وربي يهديهم وربي يصلحهم تفخيم وتفخيم سيدي احنا في التقييم في النظام تاعنا ما خليناش نحكيو على تفخيم الغنى ولا تفخيم بعد جات من الشر مش صحيح تقول لك يجي وقت تنقول هذا مش صحيح تاو كي يجي وقت تنقول هذا علاش قلت لك صار بعد مش قبل صار لا اي نعم سيدي يعني سيدي ادغام اخفاء مع بعض واظهار انه ساكنه مظهره وبعد متحركه إيه نحبكم أنتم مكش ما حابين نحب نبين لكم نقطة مهمة كي تحكي على القوة قوة شنو كان تحكينا على قوة التصادم نقول لك غلط قاعدة خارج الدرس ليه فهمت أنا نحكي عن امتداد الصوت بما أنه صفة صح ولا لا باش يكون في المدغم المخفى المرتبة الأولى الساكن أقل متحرك كو باه تفضل يا أختي الباهية ركزوا معايا ارجو الخيشومه قال خرق الانف المنجذب الى داخل الفم ولذلك يجي قدامي تقول لي والله مقرفه ما نجوش نقرا غلط ما عندك حتى دخل قريب خطيه ما عنده حتى دخل بالعكس اذا قريب بتخرج غنه مزيان ما عنده حتى دخل تعرف علاش ولا لانك انت وقت تبدا عندك قريب تقول لي ما نجوش انت حرف ال حرف الغنه تولي وقت تعمل على الصوت يخرج من الفم هذيك الغلطه وين بل بالعكس الغنه في القران تساعدك باش القشم تاعك يتحل يعني ما عندك حتى دخل ما عنده حتى دخل اسمع له التعريف هو خرق الانف المنجذب الى داخل الفم مفهومه ان صوت الغنه لا يشارك خروجه الفم كله من الانف واضح ولا باه ركز معايا مليح ثاني مساحه في مخارج الحروف يكون المساحه نتاعها اوسع بعد حرف الضاد هي الغنه مش قلنا حرف الضاد ها قلت الطول نتاعها المساحه طويله شنو هي ها اوسع المساحه حرف الضاد افقيه هاك المساحه يعني وهي اطول يعني مساحه في الحروف الاخرى هاك تجي الغنة هي بيدها المساحة تقريبا لأنها أوسع قليلا من الخرق المنجذب يعني إلى الداخل إلى خارج اللي هو هذا الأنف لذلك المساحة الثانية يعني أقصر بعد مخرج حرف الضاد هو الأنف الصوت كي تحسر في الفم هو مشي وين مشي المساحه هاك المساحه هاك المساحه هذه كلها هذه خرق المنجذب ها ومشي ها وصل خارج وصل ها هذا اللسان خارج هكا ومشي وخرج هذه المساحه كلها وراه في الامتحان نعطيكم سؤال كما هذا عندكم حق سؤالات عندكم امتحانات انا حبيت نقول انا اللي هي تمشي بوليم معاك معاك انا فاهم لكن الصوت هذاك وين انحصر مخرجه محقق الغنة وعليه عنده امتداد كامل في الخلف فالمساحة هذه تجي بعد مخرج حرف الضاد
ولذلك اللي تحب تخدم بالحق وتحب تتبين وتقول انا يعني ما شاء الله علي في المخارج وكذا، امشي عدد لي من واحد الى اخر حرف، اما هو الحرف اللي فيه الحيز بتاع المساحه او استعمل الاخر بالترتيب. ضاد شو يجي بعدها في المساحه، شو بعد الحرف الثاني يجي في المساحه، وانت ماشي تقول لي وقتها ما شاء الله عليك تقول ما شاء الله عليك. لا هكاك اموركم، لا تو مش تو عادي هاي بسم الله واصل. لا عاد تفضل تفضل. وقيل اقصى الانف واولد على الناظم ان الغنه صفه فكان اللائق ذكرها ذكرها في الصفات. قال لك اولد على الناظم ان الغنه شبهها صفه وشبه ذكرها في المخارج. قال اغزل شرج عليه قول. واجيب بان في المتن مضافا مقدرا اي مخرج محلها ومحلها الميم والنون كما تقدم. باه قلت وفي هذا الجواب نظر. شكون قلت هذا؟ شيخ بن يلوش. نعم. وهو أن النون والميم لا يخرجان من الخيشوم، بل النون تخرج من طرف اللسان والميم من الشفتين كما علم. هذا الكلام اللي كنت نحكي فيه قبيلة. يعني جزء فم وجزء أنفي. إيه؟ والصواب أن يقال إن الغنة تكون صفة لازمة للنون والميم إذا تحركتا أو سكنتا أو أظهرتا لعدم استقرارها في الخيشوم. صح ولا؟ معلوم هذا. أيوة. وإنما هي تابعة لموصوفها اللساني أو الشفوي. اللساني شنو؟ النون. نون. والشفوي هو الميم. هاي. وتكون. وتكون حرفا في الإدغام بغناة والإخفاء لاستقرارها في الخيشوم فقط. هذا تفصيل آخر. هذا قول آخر. هذا قول آخر خارج جملة وتفصيل. قال لك أنا لن أقول لك لا صفة لا والو، عندي الغنة مخرج. كيفاش؟ ما دام الصوت نتاعها مشى تشرك في الخشم، سي هذاك هو مخرجها. لا تقولي لا صفه لا شيء، يعني يسقط حاجه اسمها صفه اسمها الغنه. هاك الصوت هاك الممتد هذاك في الخيشوم بالنسبه له هو يقول له حرف. يهموش يعني شو معناه؟ يعد مخرج. اي نعم قول. بدليل انك اذا قلت عن خالد لم يكن للغنه مخرجا، واذا قلت عنك وكان مخرجها الخيشوم، فتبين من هذا ان الغنه حرف لفظي في الاخفاء والادغام بغنه وهو مراد الناظم، لان مقصوده كمال الغنه لا اصلها. هك. ويشهد له أن الشيخ الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر الغنة في مخارج الحروف وقيد محلها بقيدين، أن يكون ساكنا وأن لا يكون مظهرا، حيث قال وغنة تنميم ونون وميم إن سكن. لا وميم إن وميم إن سكن سكن ولا إظهار في الأنف يجتلى، فاندفع حينئذ الإيراد من أصله. تأمل والله تعالى أعلم بالصواب. هذا على قول أحدهم، لكن قولنا نحن أن الغنة عند تصادم حرف النون وحرف الميم يكون جزء فموي وجزء لساني، فهذاك يسمى مخرج. أما إذا كان يعني مدين الصوت متاع النون والميم بعد التصادم نسموه صفة. ثم شكون قال لك الكلام هذايا؟ لا عندي كلام اخر، هكا الصوت اللي امتد كله في الانف راه هذاك يسمى مخرج. فهمتوا الخلاف؟ ها لكن الحقيقه بالنسبه لي القول الملي اللي قلت لكم بعد التصادم امتداد الصوت هذاك صفه. واضح؟ يعني سبحان الله لو ما مديناش الصوت نتاع الغنه ما نعرفوش انه ثم غنه من مصر، هكا شو نقول صفه. يعني حسب الاراء تفضل. هاي ما تعرفوش اي واحده منكم مني. قل. لا معناها حسب اذا كان باش نقول انا مثلا نون متحركه ولا نون ساكنه في الاظهار بحسب القول هذا يعني عندها مخرجين. يعطيك الصحه، فهمت شنو هو؟ يعني وبصراحه تحس فيه ولا الحرف مخرج واحد. علاش؟ ولا كيش نقولوا؟ انا الحقيقه هذا نميل عند التصادم بطريقه بصفه يعني اليه ماشي يخدم الخشم، هاك عرفناه مخرج. ما تطلع الصوت مش تولي صفه. بالنسبه للحرفين كعنا نون ساكنه بعدها حرفين الفاء والراء، عنا الادغام بدون غنه، علاش مثلا يستغنى في الحرفين؟ لا موجود موجود في الامام القانون من غير طريق الشاطبية. لا مرة من طريق الشاطبية، من غير طريق الشاطبية يقرا الامام القانون عارضوا بهم. اي الامام القانون يقراها من غير طريق الشاطبية. هي يقرا بالغنه ما كيفاش من طريق الطيب الكبرى يقرا بالغنه في اللام والراء. وإذا كي يجي يقول لك آه لا كذا حتى غادي لا واسع من التجويد. شو ها يا سيدي، لان هكا كملنا باب المخارج، الان نمر الى باب الصفات. صح ولا لا؟ نحن ما قريناش الصفات باهي، نسيبوا كل حاجه الكتاب باش نقراوا باب الصفات هكذا في السبوره بسرعه، وبعدين ان شاء الله نرجع الكتاب باش ترسم عندنا المعلومه. باهي شو ركزوا معي؟
قل لي. قل لي بعد قلب الضغط الاستيطان في المخرج في المنطقه الاخيره. ولا مسمع. الجملة الأخرى اللي حمليها بعد حرف الذات في الاستطالة في المخرج يأتي مخرج الخاشو. اللي هو نخرج به الغنة. عاد لا مشاحة في الاصطلاح. شنو؟ الخاشو ما كان تبقى مخرج. أنا قلت لك شنو عاد للزوز والدبان تعال. أنا قلت مخرج وصيفة للزوز. كل الصفات في كلمات القرآن الكريم تزيينية إلا مستثنية. كل الصفات لا سكر الكتاب سكر جملة التفسير أنسي الكتاب ركز معايا وقهوة معنا اسم شلاص. كل الصفات التي تدخل على حروف القرآن الكريم أغلبها تزيينية إلا ما استثنى. به شو اللي عندهم دراية بعلم التجويد يقرأوا أنه يقولوا لي كل حرف أقل شيء خمس صفات صح ولا؟ به بالنسبة لنا لا أرى بهذا. أرى أنه ثم ثلاثة حاجات مهمين رئيسية في الحرف إذا كان موجودين داخل كل طريق شتين. واضح. نبدأ أول حاجة اللي هي الصوت. لا ركزوا معي ركزوا معي بتسير. الصوت 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 يا إما يجري يا إما لا يجري صح ولا لا؟ أنا بالنسبة لي تهم كدوب ما يبدو يقارون في الصفات يقارون في الشدة والرخاوة. أنا منقريش تنقلكم عليش تنقلكم عليش مش تفهموني منيح. نقري قبلهم اللي هو النفس باش تفهموا انا شنو قاعد نقول على الصفات التزيينيه اللي هو المقصود به النفس اللي هو شنو الهواء. باهي ركزوا انا تو النفس خرج من الرئتين ماشي ماشي الحال النفس لكن قلنا انه يحدث الصوت عند تصادم عضوي النطق فالصوت في اصله نفس الصوت في اصله نفس هو خارج لكن في صار التصادم تاع عضو النطق اصبح النفس هذاك ولا عنده زوز اعضاء يعني مس فيهم واصبح النفس هذاك الهواء قوي فاحدث صوتا. اذا الصوت يصير قبل التصادم والا بعد التصادم؟ بعد التصادم. ركز معي والاصل نحن مش نحكوا عن النفس صح ولا لا؟ الاصل مش نحكوا عن النفس باهي لو خاطر نحب نحطكم في الاطار باش تفهموا المشكله. علاش هما يقدموا الصوت وبعد يجيبوا النفس؟ حكاش باش نفسر لكم علاش قلنا تزيينيه. النفس هو من الاصل خارج علاش نقولوا في باب الصفات نقراو الصوت قبل النفس؟ لان صوت تركد في فمين السؤال انا توا خارج الرئتين خارجين من النفس خارج سيد. انا كي مش نحكي عن الحروف العربيه من حيث الصفات نحكي على الصوت الاول ولا النفس قبل؟ شكون ما هو انا ما نسبق لاخر النفس يا الاصل مش نحكي النفس النفس كي مش نحكي عليه نحكي عليه بعد التصادم مش قبل التصادم في باب الصفات بعد التصادم بعد الصوت عن سيدي ركزوا ركزوا معايا ركزوا النفس هذايا الهواء في باب الصفات الحروف نقراوه الاصل هو قبل لكن في باب صفات الحروف لا نقراوه بعد الصوت هكذا احنا نقدموا الصوت خاطر ناكد لك انا تواكم حاضرين معايا لو نقول لكم بربي ستي يا اخي علاش نحن نقلينا الرخاوه قبل الجهر والهمس وما يجيش جاوبني قول لي ما خذ وسكت علي تسال السؤال هذا كي تحب تخرج من الحكايه لكن نحب ناكد لك ونقول لك الاصل هو النفس خارج من الرئتين انا مش نحكي عن النفس لو صح ولا لا وبعد نمشي بالصوت لا في باب الصفات العكس نبداو بالصوت وبعد نجيبوا النفس هك علاش الصفات صفات تزيينية فاهمين المسألة ولا فاهمين فهمتوها نرجع طول الأصل اللي هو الصوت يلا سيدي الصوت هذا نقسمه على اثنين إما أن الصوت يجري أو لا يجري الصوت جدا
والله كان تفهموني بالباهي باذن الله تولي قراءتكم سليمه وحلوه على فقط غير ركزوا شويه يعني امور بسيطه شوية. قلنا الصوت يجري ولا يجري شو ها يعني ركزوا معي انا اللي نتحكم باش يجري الصوت صح ولا لا؟ نعم. وكيما النجم نتحكم اني ما نجريش الصوت صح ولا عذرا؟ واضح ولا حسب رايكم الطالب اللي باش يقرا القران يركز مع الصوت انه يجري ولا ما يجريش الساعه؟ يركز راهو نحكي يركز يلزم شنو؟ يجب يركز مع الصوت هذا ولا يركز مع الصوت هذا؟ انه يجري ولا ما يجريش؟ عليكم نور. لهنا التركيز. القارئ يتكلف في ان الصوت لا يجري. لهنا يركز. يا حنبوك. لهنا القارئ يتكلف. ولذلك عندنا 10 حروف ما يجيش معها الصوت اللي هم مجموعين في قولنا اجد قطن وبدت. مفهوم؟ يعني انت تنجم انه تنطق الهمزه وتقلطر الصوت نتاعها تخليه يجي. سماء ريتو ما تنساش روحك. فانت لما تركز شو تعمل هنا؟ تركز بانه الصوت ما يجريش. هذا هي بطبيعته قاعده هي الصوت اللي هو باقي الحروف كلها تجري. الصوت نتاعها كله يجري. ركزوا معي منيح. انا بطبيعتي مخي انا قاعد نحكي ركز معي انفس خارج بطبيعته ماشي القزوز اعضاء نطق لاصقين بالباهي يعني انا هكا صوت مش يتعدى بصفه اليه واضح ولا لا؟ في باقي الحروف ماشي يلقى صحيح تصادم لكن ثم تصادم خفيف اوسط فثم مجال للصوت انه يتعدى ثم حروف التماس نتاعهم اخف منه شويه ثم التماس لكن اخف من الاخر اللي هو مش يجينا هنا يسموه حروف التوسط سيدي ولذلك عندما قلنا ان المخرج او المساحه التي تكون للحرف هي التي سوف تعطيك الصفه يعني التصادم تصادم العضوين هو اللي يعطينا نتيجه الصفات التصادم هو نتيجه للصفات شوف اذا كان التصادم قويا لا يجري الصوت ها مع الحروف هذو شو ها أد أد أق أط أب أك أب مثلي تسكر المخرج مع باقي الحروف الصوت يجي علاش يا سيدي ثم تصادم ثم تصادم لكن خفيف التصادم خلي هذاك كما يلي حاجة كما هكا الصوت باش يخرج على الروف إلا أنه ثم حروف أخرين أخف التصادم تاعهم من هذوما اليوم يسموه توسط فجمعت بين هذا وبين هذا اللي هما لين عمر ركز معايا مليح ركزوا 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 الخمسه حروف هذوما ركز كيما يقبلوا جريان الصوت كيما يقبلوا عدم جريان الصوت ركزوا ركزوا ثلاث خمس حروف هذوما كيما يقبلوا جريان الصوت كيما ما يقبلوا جريان الصوت شو ها ال شو ها ال انا تحكمت فيه نحب نجري الصوت ال ان ان اع اع ام ام ار ار انا نتحكم فيه واضح ولا ولذلك القارئ في الحقيقه اين يتكلف في صوته عند النطق بحروف بالحروف الهجائية. في التوسط. أحسنت. لهنا يتكلف. لهنا القارئ لازم يركز. بطبيعة الصوت هنا ما يجريش وبطبيعة هناك الصوت يجري. تكلف لي لهنا. كي نقول تكلف تعرف تتكلف يعني ركز مليح اسمع الصوت تاع الحروف. ما تخليهاش ما تقبلش امتداد الصوت وما تخليهاش هذا الصوت ينحبس. فهمتوها المسألة؟ نعم. هو لازم يتكلف عدم الجريان. ما قبل من الاول قبل ما نحكي على هذا قلت لك لهذا اما تو هاك علاش قلنا نحن الصفات صفات تسهيليه
كلهم تزيينية، فيهم كعبة ولا فيهم احترازية، خلي على شيء. أما هذيها بيكونوا تزيينية. هو الحقيقة سيدي كي كل حرف تعطيه الصفة نتاعو هذه تجي قراءة مزيانة معناها، تجي قراءة مستقلة. لكن أما هو اللي يغلب يا أستاذة أسمى، المخرج ولا الصفة؟ أنا إذا كان نعطي المخرج الصفة جيب صفة تلقائية طبيعية، جي تابع المخرج هو الضابط فيه. أوزر خبير أنا شو كنت نحكي خبير هنا على الصوت، قلت كان التصادم قوي مش باش يخلي الصوت يخش، ها سيحكين عليه، مش يكون أخف في الرخاب، مش تلقاه ممسوس صحيح عضو النطق، لكن ما هو شكل الالتباس القوي، تصادم قوي، فما قلنا فجوة. أغزرك معايا يعني أقوى منه شوية شوية، يعني أقل من هذا وأقل من هذا، مش يجي منها اللي هي علاش قلنا تقبل الزيادة ولا تقبل الزيادة. سموها هذه هكذا عمر، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان شديدا، فلما أسلم لنا فقال لك كل كسيدنا عمر. هذيك إيش معنى لين عمر؟ هذيك الحكاية الكل واضح. الحرف مخرج الحرف كانه هيك العظم والسمات التزيينيه هي الاعصاب باش هذيك هي في صورته الكامله يعني هذيك هي واضح باه. انا دخلت الدار، الدار موجود فيها كان يجور وكهو طالع حيوته وهي مصبوبه كل شيء، هذاك انا نسميه المخرج واضح. مش نبدا نحط السيمان ونزين وكذا، كلها صفات. أما هي الصفات اللازمة وغير اللازمة، هل كنا نحكو فيها هذي؟ أنت بالنسبة لك هذه اللازمة في الصوت، هذوكم الكل تحب تحط طرف زبيب وطرف عظم معك بس ولا تحبش تحط حاجة هذي. ريك سبحان الله الطالب كي تعطيه حاجات كما هكا تربح به برشا أشوات، ولا قول أجي مش عارف شنو عليه تعبوا تعبوا زيد يكره حاجة اسمها تجويد. أي نعم يعني يلزمها تقنيات في المخرج، كذلك في ما راهوش هكاك سهله سهله، تو يجي تو مثلا الذيل برشا اللي مش متدربين عليه يجيبوه شديد. شوف يا اختي اسمع، خاطر يبدا يضغط على اللسان. صلي على سيدي رسول الله. هذيك هدايا هدايا الرخاء مربوطه بالصفه اللي بعدها اللي هي الهمس. نفس الشيء ها واش يجينا؟ هذه مربوطه بهذه. هذه هو شحكي فيه تول قد كما ذكرت مع حرف الذي، ولكن نجم يقول يشوف لك التيوريك ما شاء الله عليه، لكن في التطبيق تلقاه ضايع. علاش؟ لانه هو مش فاهم المساله هذه. ولذلك مش نتعدوا تول في عود الصوت، نمشي للنفس اللي هو الهواء اللي هكا سيدي. حتى حروف الشده مربوطه بها. جينا 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 الهواء يجري والا لا يجري؟ ركزوا معايا مليحه. النفس هذا خارج من الرئتين، ما تقوليش هكا لسان المزمار وسمعت البارح هي الوترين الصوتيين ما عندهم حتى دخل. النفس خارج بطبيعته، يا ربي الاعمال عليك ماشي خارج ديما كما البارح قريت قلت اعتبر هذا ها هو المخرج، ها هو النفس خارج من الرئتين وماشي طالع الفوق. ركز معايا، هذا البلعوم يعني فوق اللي تسموه فوق اللسان فوق الوترين ما اسمه النفس قاعد خارج اوصر ماشي 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 مع الحروف وخرج على روحه النفس، ما لقاش اشكاليه، لقى المخارج يعني عضوي النطق بعد على بعضهم باهي. اذا كان جرى النفس وما عملتلوش تكلف راهو هذاك النفس راهو قاعد يجي بصفه طبيعيه وحروفه فحثه. يجري نفس عادي. شو سبحان الله، شو ها اوزروا لي مليح، ها اعتبر انت تخيل في مخك انه ها نفس خارج من هنا وماشي وهذا هو وين الوترين يعني وينك المنطقه الرطبه اللي هنا. شو ها اس اح اف قاع يعني ما ثمش تكلف واضح. اه اش اح اص واضح. اس كيف وتاتو نحكوا عليه واضح، يعني نفس خارج بطبيعته ما فيش حتى اشكال واضح ولا باهي. باقي الحروف اذا كان يجيش معها النفس شنو السبب اللي هي باقي الحروف يعني لا يجري مع النفس صح ولا باقي الحروف انغلاق المخرج؟ ايوه اذا كان النفس يجري شو يسمى قلنا؟ الهمس. اه
وإذا كان الهواء لا يجد شو يسمى؟ الجهر. علاش الوترين يتحركوا وقت الجهر؟ هذا هو شنو اللي حركهم الوترين؟ الناس هم مبنكين على الواحد قاعدين. باه ركز معي، اغزر الدبوسه هذه تشوفها قدامك، هو بيدو هذا يصدر النفس قاعد خارج في البعوض ماشي على روحه. في الجهر النفس ماهوش ماشي يمشي مسلول كما هكا بالضبط متقطع. لا لا اغزر، ماشي يمشي يمشي ويلقى هذه الضربه هذه كما هكا ويتعدى. ريت الضربه هذيك التضييق هي باش تخلي الوترين يضربهم يولوا يتحرك. ما تلقاش الوترين لاصقين، مش تلقاهم هكا يعني في الفيبراسيون. الفيبراسيون هذيك شنو؟ من القوه نتاع النفس اللي خرج، خاطر في الهمس النفس خرج هكا. في الجهر عمل هكا وبعد طلع، فهك الضربه هذيك نتاع النفس خلت الوترين يمسوا ببعض هكا. علاش تحس بالجهر هكا؟ علاش النفس لا يجي؟ فكان النفس خارج بطبيعته ماشي يلقى البقعه مسيبه، اعتبروا هذول الوترين اعتبروا قام كيما هكا خارج على روحه النفس. لكن كي النفس مشى بدا هكا فيه تضيق وبدا يموج، ولا الوترين يعملوا هكا. كي عمل الوترين هكا يعني نقول انا ان الوترين اللي تحكوا عليهم انتم هذوكم صفايا، صفوا النفس خلوا النفس يخرج لفوق وبعد خرج الصوت واحد. ولذلك انا اول مثال ديما نعطيه الذال والثاء. الذال كيما شنو تقول لازم تحط في مخك ان يزيد نصفي النفس. الشيء يزيني نحط النفس في مخي خارج بطبيعته. ها شنو معناها نصفي النفس؟ ايوه النفس بطبيعته هو خارج. اوزر اوزر ديما نمثل بالدبوسه. ها اعتبر الطابو هذايا هو خارج من النفس ماشي من هنا ماشي مسوي مريف ماشي قال المخارج وهكا خارج مع النفس. بالنسبه للجهه تقولي انت لا يجي معه النفس صح ولا يا اسماء؟ شنو السبب اللي يخلي النفس ما يجيش معه؟ اللي قرينا هو الوترين الصوتيين. باهي شبيه الوترين هو سيدي كي الوترين الصوتيين يرتعد. شنو السبب نتاع الارتعاد نتاعه؟ قوة النفس الخارج. باهي ركز، يعني قوة النفس اللي خارج هو اللي خلى الوترين يتضرب صح ولا لا؟ يعني تحس انه الصوت النفس خرج وبعد بدا يموج. كي بدا يموج ضرب الوترين. الوترين كي تسكر ما عادش يخلوا النفس خارج مرتاح صح ولا لا؟ هكا علاش جا الجهد؟ وهذا هو كيما اللي قاعد نحكي فيه. سيدي مش فما عامل اخر اللي هو معناها رجوع لسان المزمار الى الخلف، معناها يوقع تضيق في الخلف، هذاك زاد يعطي معناها يتسبب في الجهر. باهي لسان المزمار نجم نحركوه؟ يتحرك. لا نجم نحركوه؟ لا بتفاعل النفس طبيعي يتحرك. سامحني بالمخرج المخرج خاطر انا ما وصلتش المخرج من النص. انا المخرج في الجهر ثم وصلت ما زلت يا ربي العمل علي. كيفاش انا نقول انه باش يتحرك؟ بربي استوعب الحكايه استوعب، ما تقولش انا قرونا هكا استوعب لي ساعه ما دامك قريت تو مش نبدا في البراتيك. اما استوعب البراتيك كي تقول لي انا لسان المزمار شو حاك لسان المزمار؟ لا بعد هذاك سيدي مرحله ثانيه. ايوه ما الانفس كي خارج هو ماشي يلقى. قلت انت الوترين في الاصل هما قاعدين في القيح ما كلمهم حتى حد. شنو اللي يخليهم يتمسوا في بعض؟ قلت لي قوة النفس اللي خارج. باهي لو انا ما نتقواش على النفس، اركز في السؤال، لو انا ما نتقواش على النفس شو باش يصير مع الحرف؟ يولي كله مهموس عليك نور. هاك علاش انا كي عملت قوة للنفس النفس ولا يبعد صار فيه انحراف النفس فخلى الوترين يتضاربوا في بعض هكا الفيبراسيون اللي تصير. ايوه الصفاي انا نقول صفاي تصفي هكا القوة نتاع الفيبراسيون صارت في الوترين سبحان الله خلت اللي تحكوا عليه انتم لسان المزمار يتكلتي. هي نتيجة راهو لسان المزمار. اعترف علاش قلت لك انا تنجم تتحرك لسان المزمار وحدك من غير لا نفس لا شيء. بالنسبة للحروف مثلا حرف الباء نستعملوا فيه الشفتين معناها ما نستعملوش لسان المزمار كيفاش انا ولا ما نستعملوش لسان المزمار ونقولوا اللي هو مجهول. انا شوف يا ابتسام انا لسان المزمار ما نقريش به جمله وتفصيل ما عنده حتى دخل. انا مش قلت فك النفس اللي خارج مش يلقى هكا اللوزتين يسموه شو اسمه هذيك هي الحكايه.
يحب تزيد يسلم مزمار شو مدخل يسلم مزمار نقصد في حرف الباء شنو اللي نستعمله شنو استعمل في بالي حرف الباء هو نتيجه بالشفتين هكا يخرج الصوت علاش مجهول علاش نسميوه مجهول حرف الباء خاطر كي العضويه ندخل مسكرين المنطقة الشاحة اللي في المنطقة المبلولة هذيك هي اللي خلت الفم يخرج معناها تقصد انت الحاجة المجهول اللي تكون دي صدم قوي مش في الحروف الكل تولي عاد نحكي على الشدة ذيك الوقت لا مش في الحروف الكل فهمت فهمت معناها انا عندي تو الشيء ما بين المجهول بين الشديد باه باه إذا نطقنا الحرف شديدا لا نحتاج إلى صفة الجهر باش نبينوها إذا كان جبنا الشدة بالحق إذا كان جبنا الشدة بالحق ما عادش احتاج للجهر إذا كان أنا ما نطقتش حرف الباء كما قلت تبت يدا أبي لهب وتب هاي ولت بي هاكا ولت مهموس لو أنا نعطي المنطقة متاع المخرج كما قلت قبيلة أسمى نعطي المخرج مريقل الصيفة بطبيعتها مش تجي شو تب تقول لي سيدي تو أنت ظهرت الصوت وإلا اسمه الشدة وإلا القلق لا وإلا الجهر ها هو تب انت على شنو ركزت هنا وحدك مش خون اي هي في الصفات فهمت سؤالي وتب ركزت انا على الشده ولا على الجهر ولا على القلق اي شنو اللم نتاعهم لم الاصل اي المخرج هذاك الوقت نحكي على الصفات الشده يعني هاك الشده هذيك علاش هي صحيحه الشده خاطر المخرج صحيح ولذلك ما بعد جرايين الصوت وعدمه كلها فرعا عن الصوت كلها حاجات يعني يسحقوهاش هكذا انا في اول الحصه قلت انا مش يسحقوا كانت ثلاثه صفات والا كذا يعني الاصل نعم ملاحظه يمكن حسب ما انا كيف نستخلص سيش. سيش. انها علميه اللي ان الخلاصه نتاع هذه قول لي صحيح ولا لا النفس هو باش يخرج بطبيعته اذا وجد حاجزا فهو سيشتد واللي عند على القارئ ان يتكلف اذا مش تجي صفه الاخرى تاع الشده وعدم الجريان اذا هو صوت وحتى في عند في الهواء في الريح يعني الدنيا مسيبه ما عندوش حاجز باش يمشي يجري ما عندوش حاجز الصوت علميا حتى في اي تجربه اخرى باش تعطيه انت حاجز لكن باش تخلي له شويه فضوه هو الصوت هذاك باش يتغير ممتاز. لكن ما عليك انت الا انت تتحكم فيه كيفاش ممتاز هاو اللي نحب نوصل له تو فين تتحكم تو بالنسبه للهواء تتحكم انه ما يجريش وعلى انه يجري ما يجريش فهمتوا فالقارئ ينبغي له ان يتكلف عند صفه ان الهواء هذية في صفة الجهر أنه هو يعطي لوردر المخ وأنه ما يخرج معه النفس هي أصعب وهي أصعب هكا علاش لأنه النفس بطبيعته خارج فيش خدمة فيش خدمة الخدمة غاديك في حروف الجهر هكا علاش يقول لك من يبدأ يقرأ الطالب الاستعاذة نفهم وين يعرف يقرأ مع الشيخ ونحكيها ليك مفهوم نعم حسب رايكم يا سيدي الجهر جرى النفس من عدمه هل هو صفه تزيينيه ام صفه ذاتيه ام صفه احترازيه شو احترازيه ردوا بالنا من ذاتيه هاي شو هذه احترازيه تزيينيه الجهه احترازيه شو تقول احترازيه ايش معناها عاد جرينا فسح ولا لانه انا في حرف الجهر النجم جرب الفس النجم جرب الفس احترازيه من عدم شنو هو من عدم جرينا فس فإذا كان ما خرج النفس يجري فأصبحت صفة تزيينية ما دام صفة تزيينية هي خاصة بكلمات القرآن لا غير
كيفاش؟ شنو؟ شنو عاد؟ نسيت. الجهل. صفة احترازية تزيينية. شنو معنى احترازية؟ يحترز القارئ من أنه يجري نفس معه. ورد بيه. لا توجينا. هذا كيتقرأ واحد. لا. أعطيني هنا الساعة. خاطر هنا نحكي على أصل المخرج. هذا كله امتداد وتاع صوت هذاك شنو فيه؟ أعطيني أنا في المخرج طبعا. واضح. تزيينية. إذا كان حاطط في مخك أنه الجهل صفة احترازية من عدم إجراء النفس. فإنك إذا كان احترزت منها هي مش صفة تزيينية. وإذا كانت ناحية صفة التزيينية. ما عادش فرق لا بينها هي ولا بين الهمس. شو نعطيكم معلومة أخرى. أنه الصفات تتحقق في مرتبتي التدوير والحذر. إذا كان القارئ أقرأ لك بمرتبة تروزيم ودوزيام راهو قرايته متهنش ما تخافش عليه. أما جيت أقرأ لي في البريمير يعني مرتبة التحقيق والظاهر هم لي في البيه وجي في الدوزيام والتروزيام وتوريك بلخص ما تعرفش لك ماش قارئ ما تعرفش تقرأ. ولكن الكلام اللي نحكي فيه في الأصل ما يبانش في التحقيق. خاطر التحقيق أنت تبدأ معك تجيب وكي تبدأ بالحذر والتدوير. هاي جدودنا قالوا خلاك قاري وفي ما عرف حروف المعاني هكا ولا هذه حروف المعاني. المعاني هنا نتاع الصفات كما يقولون سيدنا ربي جزيه خير انه مهاره الطالب عند قراءته القران تتبين في صفه في مرتبتي التدوين والحذر. ايوه مفهوم. ايش فيك يا دخلت مش كده مش شهر شهر يعطيك الصحة في السرعة نعم. ولذلك تجي واحد كيبدا ما شاء الله عليه يقول لك راني كررت في النهار 20 حزب عادي علق أكثر حتى من عادي. يولي ملك هكا علاش ابن الجزري قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة. أيوة قلت قلنا الجهل هي صفة احترازية تزيينية والهمس تزيينية. أي نعم هو الهمس الذاتية ذاتية تزيينية. أنت قلت الكل ما عادينا كلهم طبعا إلا بس علينا نزلت نحن تو شوي بشوي مفهوم؟ كملنا تو؟ باه شنو قلنا؟ هذه قلنا من صفة تو نحن أربعة صح ولا لا؟ اللي هو الرخاف حقيقة يا عاد مخليش أربعة يا عاد الرخاف والشد وما بينهما والهمس والجهل. بس ركز معايا يا توسيم تو باش نرجعوا للصوت باش نرجعوا للصوت زوين خويك ما عندي شيء. ليه تعرف علاش خاطرك نقول الجهر والشد ما يركزوش على انه باش يركزوا على التوا على الصوت باش يركزوا توا على النفس اول ما قرينا النكيكه راهي لا هو شو هو الصفات تضبط المخارج راهو واضح نعم هاي هاي به ممكن تتفاجئ توا لكن عادي انا توا مش نحكي الصوت واللسان معا الصوت طب حكي سلم عليه نسيش الصوت واللسان معا ايوه نسأل سؤال حكي ما أغلبكم حسب ما أخذ شو تقريته الاستعلاء أو الاستفادة شو يكون ارتفاع لسان أقصى لسان ارتفاع أقصى لسان على مستوى المخرج
الاستعلاء اللي عندهم المساحة المخرج نتاعهم كبيرة اللي تاخذ المساحة أكبر من الاستعلاء الاستعلاء والاستفادة شو قريتوا فيهم خلنا الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان والاستفادة في وضع الراحة اللسان في وضع الراحة ليه أشكون معه أشكون ضد عاودي عاودي الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان والاستفادة لسان في وضع الراحة يعني استعلاء شنو واستفادة شنو بالنسبة لي أنا هذا ما نقريهش بتاتا قل لي علاش لأنه الصفات أهمها نحكو على الصوت نحن الصوت يدخل داخل والدبال الاستعلاء يجب يكون استعلاء الصوت واللسان معا والاستفاء استفاء اللسان والصوت معا ما عادش كل استعلاء اللسان لأنه أنا النجم نقول كما أحط وكما بسط النجم نعلي اللسان وما غير ما نجيب الصوت رد بالك ونتيجة لذلك يرتفع الصوت إلى أعلى به كلا إنها لغة هاي الظاهر إيش هم في بشرط في الاستفاء ولا في الاستعلاء هذه هو ليه شعرنا جميلة إيميلة شعرنا جميلة هذه طيشوها قدنا خلوا كم بريتي من حفصة قالون ما لشنفوا الإنسان ما لرد بالك الاستعلاء هو الاستفاء نحكو على ارتفاع اللسان والصوت معا فإذا ارتفع اللسان ارتفع الصوت وإذا انخفض اللسان انخفض الصوت واللسان معا فهميني ولا ما شو نقول هنا أوز أنا عملت بالعاني الصوت مع اللسان ركز معايا أو خلينا نقوله يعني عفوا لأن النجم أنا نرفع اللسان من غير صوت فاللسان يسبق الصوت يعني اللسان مع الصوت لا إذا ارتفع اللسان مع الصوت يسمى حروف شنو وإذا انخفض اللسان مع الصوت سموا أعطيكم الصحة الاستعلاء صفة مذمومة في حق البشر أما في حق حروف القرآن واجبة فهي صفة لازمة تزيينية والله اللسان في ما في الاستعلاء يبدا مش في وضع الراحة شكون قال لك ما تريحوش بالعقل يا استاذ عادل انتم تخرجوا في الليسيت وتعالوا اما خير انا نسمي الحاجة كما هي ولا نبدا نعمل منه ومنه ونخلي الطالب ضايع اوه لما تقول هكا ركزوا بربي ركزوا معي يا جماعة الخير ركزوا معي ترى انطق حرف الطاء وخلي الانسان يرتفع من غير صوت حاسي بالكلمة هذه كيفاش من غير صوت يعني وجود حرف الطاء ركز وجود حرف الطاء من غير صوت شنو هذا الشيء ها هي انا سمعت صوت وين ولا حرف الطاء تحكي لي عليه ما قلنا الصوت شيء سي سي بعد التصاد ما الارتفاع اللسان مع الصوت رد بالك هذا ما عادش ارتفاع اقصى اللسان في الاستعلاء وانخفاضه وخط الاستفاء هي النجم انا وصل قلت انا سالتها سؤال عادي قلت لها كلا انها لغة كما ورش ولا غير ولا حمزه ولا اللي هو عشان ها ارتفع واستفل في نفس الوقت ما ارتفاع اللسان واستفال الصوت النجم لا قدر عليه لا هاو ارتفع على اقصى اللسان والصوت انخفض ما لناش نقول ما عادش نقولوا في الاستعلاء والاستفال ارتفاع اللسان والا انخفاض اللسان خاطر على الراحه لا اللسان والصوت معا سيدي نجم نستعمل نستعلي ونعمل الصوت اما ذيك الصوت يكون في القلب اصلا تستعمل في قلبك لكن احنا ما قلنا ركز معي ما دام قلنا صوت لازم يسمع لازم يسمع ضبط بتاع صوت يسمع على كل شيء تقول لي انت ولذلك لا مش ما تقولش يا خالد قول لي لكن وغصيك وبديت نعمل هكا اش عمل وقتها والله ارتفع اللسان انا مع قلب شابو قالت بالحق ارتفع اللسان اما في قراءة القرآن ارتفاع اللسان مع الصوت معا ارتفاع الصوت يعني تفخيم الصوت هي ما هو تمسك يتهز يتبعه ارتفاع الصوت هكا علاش احنا كي نجيو نقروا ركز معايا شويه وكا نرجعوا كي نقروا التفخيم
والترقيق اللي هما في الحقيقة فرعاني من الاستعلاء والاستفهام. شو اللي يصير بالضبط لنا هكا؟ كيفاش تقررون انتم التفخيم والترقيق؟ شو تقول؟ اش قريتوا عليه؟ ارتفاع الصوت إلى أعلى فينحصر ويرجع يعمل صدى، الصدى هذاك هو التفخيم، هو صوت التفخيم. والترقيق؟ الترقيق الصوت معناها يكون لسان مستفل والصوت بيده معناها لا يرتفع إلى أعلى ويخرج بصفة أفقية. التفخيم ولد الاستعلاء. نعم. والترقيق ولد الاستفهام. بما أن اللسان والصوت ارتفعا فانحصرا في الداخل فأصبح تفخيم. ما التفخيم هو انحصار الصوت داخل الفم. نعم. والترقيق بما أن الاستفهام انخفض اللسان وانخفض الصوت معا فاللسان عفوا الصوت بتاع الترقيق خرج خارج الفم. هذه هي الحكاية كلها. سيدي علم التجويد هو علم صحيح لأننا يكون فما أسباب لتؤدي إلى نتيجة لا بد منها. عند عندما في الطب تحت. لكن مش صحيح. لا صحيح. لا صحيح. لأنها نتيجة. شو مش نفسي؟ نتيجة. هو مش صحيح. مش أبلس بيجل سي سي. لا أنت لا أنت والطالب. والدليل على ذلك إنه كل مرة على ذلك ما جاء اختلاف. واختلافات. اختلاف في شو؟ في القاعدة ولا في اللي ينطق؟ لا هو ثم برشة مدارس مختلفة يعني. لا أنا. في الأصل لا. لكن أنا ما جاش أقول هذا صحيح وهذا غلط وهذا خطر تلقى نفس المسألة فيها مليون رأي فيزيولوجيا لأنه هو استعمل الأعضاء استعمل ليه هو العلم هذي أنا حسب ما نستنتج يعني أنه هو علم صحيح لأني أنا كي نعمل حاجة بالعضو متاعي أكيد ومؤكد باش تعطيني النتيجة أكيد والطريقة والطريقة هي اللي باش تؤدي للنتيجة اللي أنا نحب عليها إذا كان استعلاء أو ما هو تأويل النتيجة هو اللي يختلف فيه. ما هو أنت والطالب أنت والقائل أنت والقائل أنت والقائل هكا ليش أنا نكره في قلبي وفي مخي في مخيلتي كلمة اسمها إتقان. دورة الإتقان في كذا إتقان على حسب شكون؟ والله حسبي أنا ولا حسبك أنت ولا حسب وذن شكون الساعة؟ صحيح هو يؤدي إلى نتيجة واحدة مما لا شك فيه، لكن نتيجة الأصوات المسموعة متاع الكلمات القرآنية عند شكون الصحيح سماح؟ كيفاش تقول الإتقان؟ مثلا مدخل كان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف كره سيدنا ابن الجزري كلمة الإتقان وغيره من العلماء وقتها عندهم حروب راهو عايشين فيها مع ناس يعني أعاجم وتكلموا قالوا باش نضبطوا الكلمات العربية فاستعملوا كلمة الإتقان. لكن ردوا بالكم هذه دورة المتقنين ومش عارف شنو ولا مش في القرآن حتى كان إتقان ممكن لأنها مش تؤدي نفس النتيجة لأني أنا نذكرها لهنا مثال في تونس باش يقراها واحد آخر فيه طبعا وهذا من باب حفظ ربي للقرآن فيما تسمع في جندوبك نتيجة باكستان. نتيجة واحدة لكن شو الأشكال هم؟ فهمتي والجوار كما جوار نحطه ما شاء الله جيب لي ما تشتمش كم يشتمش ما تشتمش هذيك الحكاية في كل ما يدين يشتغل سبحان الله من مخرج الكلام إذا كان نعرف ندخل عليك نور أنت والخدمة متاعك بارك الله كان البدن بتاعه حاضر ما شاء الله مش يعطيك كل شيء حاضر كان المخرج منطقة عضوي النطق ما شاء الله ممسوسين مريدلين ما عادش احكي لي على الصفات جملة وتفصيلة فالأصل هو المخرج الله يخرج لنا سلمين إن شاء الله نعم. أيوة ما لا شو نقول لنا هكا ارتفاع شو في الحقيقة اللسان والصوت معا معا شو قول ارتفاع اللسان لا استفاد والصوت معا قاتل يجي يقول ارتفاع اللسان فقط نعاود من قبيله نعاود باش تشربوا المعلوم نجم نرفع اللسان من غير صوت شو ها ما يعني انا تو زدت في الصوت شو ها ما نجمش ها ارتفع اللسان اما نحكي على صوت انا حاجتي ما نجم يصير عضوي النطق لما يصير صوت نتاع مخرج فارتفاع اللسان والصوت معا وانخفاض اللسان والصوت معا أي سؤال ممتاز حلو هو الارتفاع واللسان وبعضها يجي الصوت ها هو العمل الصوت النتيجة الارتفاع اللسان فهمت التصاعد تبع يا اخي تبع يصير في الصوت يصير يعني ارتفاع اللسان هو الوسيله عليك نور النتيجة هو الصوت باهي اختي باهي ها مش جينا تو تو لا تقول ثلاثة برا قلت لا مش نزيدوا تو أنا عم. سيدي في دير الصوت قبل اللسان. خاطر يخرج الصوت وبعد اللسان يطلع.
الصوت هذا سؤالي اللي ماشي كما قالت الاستاذ فين يتكلف الانسان في تونس بالذات لهنا نتكلم في تونس لهنا نتكلم فيها لأنه نحن الحروف المستفيلة نفخموها على حسب لهجتنا حتى الحروف المفخمة صلي إحنا بصفة عامة ركز معي الحروف مفخمة راهو الاستعلاء بطبيعتها مفخمة في القرآن مش نزيد نضبط روحنا شوية اللي هو أنه نستعمل اللسان والصوت فالمسألة مش كلها ذوقية أما هم النص قاعد يرفع في السوق فهنا يلزم الطالب يركز هنا يركز مثلا من الله من الاختار يعني يلزم يركز هنا في الاستفهام مين لا؟ بصفة عامة احنا كويسة نقولها يعني إيه ما هو هو في مخه أنه فخم يعني الموجود لاستعلام النص أما تجي في حروف الترقيق كما حكيتها تبدأ مركبة من نص مفخم هو من نص مفخم فنحن شو نقول؟ القارئ يتحرز ويحترز ويرد باله يعني هكاك يجي وجود حروف الاستفهام يضبط الحروف باش تخرج مزيان مريض وخاصة كي تكون الكلمة فيها حروف اجتماع مرافق الفخ نعم شوف في الترقيق سيدي من جنح الحرف إلى التقليل ولا حتى ساعات حتى الإيمان هاي توجينا هذاك بإذن الله نقراوه في باب آخر الصفات هل كل الحروف المرققة تمال أم لا؟ مسألة إن شاء الله نشوفوها خاطر هذيك كي نجوا باش نقراوها نقراوها في رتل الإمام قانون على حسب في قراءة الكسائي على حسب الكسائي عنده إمالة صوت الحرف المرقق اش عملنا جمليح وورش في بعض المواضع ما عارفش كل واحد نقسمه شوية شوية باه يزيكم ولا نزيد الأطباق ولا الأطباق باه إن كانوا الأطباق الحقيقة لأنه فرع هو من هذا مزوز باه الأطباق الأطباق ركزوا معاك ضد الانفتاح ايضا نحكي على اللسان والصوت ركز معي شويه ركزوا والمساحه في الاطباق راه هو مساحه الصوت معناها نعم فما مساحة سيدي القرب ما بين اللسان والحنك الأعلى. أي قرب؟ مساحة الصدر الأفضل. لاق و ضد بعض طبعا. الإطباق صاير بأربع حروف. لا أربع حروف هذول علاش؟ لأنه مساحة التصادم تاعهم واسعة مس بكلها هكذا علاش سبب الإطباق هذيك هي الحكاية كلها باقي ضد الحروف باقي الحروف كلها متبقية بما ذلك الخاء والقاف والراء واللام إلى غير ذلك منفتحة قل لي سيدي علاش هاي اللام المفخمة أنا بالنسبة لي مذهب بلال طبعا مذهب بتاعي أنه اللام المغلظة تتبع الأطباق واللام المرققة تتبع الانفتاح بالنسبة لي أيوة والله اسمح نعم لا مش شوف اللام المغلظة هي بيدها المساحة متاع اللام المرققة لا حطها لهنا لا هاوك المساحة نحن على اللسان والصوت المساحة واللام المرق لا يمكن تبعتي لي كاسيه ماشي كبيره مرشه طبعا هو اولها صاد ضاد بعد جي لا طبيعي هاك علاش اولها مطاطسي ها باه فالاطباق فالاطباق في الحقيقه هو ارتفاع للسان والصوت معا الا ان الفرق بين الإطباق والاستعلاء مساحة الحروف الأربعة وكل الخمسة أوسع من يعني نجم نقوله فيها تكلف في نطقها فإذا لم ينطق القارئ
بالمساحة المطلوبة في هذه الحروف الأربعة ضاعت صفة الإطباق في هذه الحروف. دي ما نقول مثلا حرف الطاء تنطقها بالتاء بالفرنسية تاء، تقول أنت سيدي والله قاعدة نفخم تاء، تقول لي والله ارتفع الصوت اللسان وحده، نقول لك صحيح ارتفع الصوت اللسان بالنسبة لك أنت، لكن المساحة ما مسيتش الكل. نعم، فكي تمس المساحة الكل تجيب الإطباق. سيديك علاش احنا نقول في الحروف المفخمة والمطبقة أيه. يعني يعرض اللسان، هي يعرض اللسان طبعا، بينما في الحروف المرقفة يجبد هذه كي نحكي عليها واضح. فأربع حروف عند النطق بها المساحة الكلها متاع الحرف الكلها تأخذها، اللي هي صاد والضاد والطاء والضاء، هذه سبع حروف الأتباع، فيما عدا ذلك ينفتح اللسان على الحنك الأعلى. إيش معنى ينفتح؟ يمس طائفة من اللسان لكن ما تسكرش الكل، ما تمسش المساحة الكل، فهذه المساحة كلها في أربع حروف، هذه هي الحكاية الكل. مفهوم؟ ها قلت لهم ماذا البيضة تزيدوا اللي من مغنم لا صحيح، ما مش تقافي حتى كتاب رأوه سيدي عليش حرف الخاء، حرف الخاء والحاء الخاء استعلي الخاء مين؟ ركز معي باش تفهمني الخاء مين؟ أدنى الحلق الأدنى هذا مش قلنا فيه سوز مخارج يقسموا على اثنين، قلنا الغين والخلق، وكان جاء الخاء ياخذ المساحه هذه كلها ولا حرف مطبق خذا جزء من ادنى الحرف، حتى ما فيش اطباق. انت قلت جزء وعم عم تعامل ياخذ ايه اوس هذا ادنى الحرف، هي سؤالها به قالتك علاش الخاء كي هو مستعمل يعني ما نحطوش مطبق، الخاء ما خذاش المساحه تاع ادنى الحرف الكل، ادنى الحرف قسمناه على اثنين، لو عندي الخاء من المساحه هذه الكل هذه كل جول هاك علاش عندنا نحن كل مطبق مستعمل وليس كل مستعمل مطبق. سؤال اخر علاش الحاء والخاء ما همش نفس العائله، الخاء واحده مفخمه واحده مرقه واحده خاء حاء خاء حاء شو الفرق؟ واحد عند الصفاقسية ما عندهمش حتى فرق، ركزوا معايا بالحق بالحق، عند الصفاقسية الخاء والحال اللي تحكي عليهم ما عندهم مش كيف كيف، من لهجتهم يقولوا حاء واضح، يعني ما عندهمش فرق في القرآن ولي صفة تزيينية التلقيح والاستفادة وكل شيء، لازم تحل عيني في حرف الحاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كبيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.